السلام عليكم. اليوم راح نخدمو حلوة بريستيج. بسم الله، عندنا 125 زبدة و 50 غرام سكر. نضيفو زوج بيضات، زوج مرات تاع الزيت، نجمعو الخليط ديالنا بالفرينة. نجمعو الخليط بالفرينة، نحطو بالعقل، عندنا 3 مغارف تاع النشا، زوج مغارف تاع الكاكاو، كاكاو الحلو، نص مغرفة ما معمرش تاع لاليفير، مغرفة تاع لافاني، رشة من الملح، ونجمع الخليط. بسم الله، بعد ما جمعناها نخليوها ترتاح على 10 دقائق ومن بعد نرجعوها. بعد ما فتحنا العجينة ديالنا نطبعوها بالطابع على شكل وردة، كنسون كي ديال الحال. عندنا شيكولا دايبة، نحطوها في ليمون هادو باش نزينو الحلوة ديالنا، نحطوها كدا بالعقل، نحطوها في التلاجة تجمد. عندنا 100 غرام تاع قطايف، نرشوهم بالسمن وندخلوهم الكوشا يحمروا. بسم الله، عندنا كاس تاع كاوكاو، نص كاس تاع البسكوي، مغرفة كبيرة حلوة الترك، الليمون بالكراميل،
نحصلوا على هذا القوام ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. بعد ما لميتها بالكراميل نطبعوا لها الحشو ديالنا. نطبعوا الحشو ديالنا بهذا الطابعه، طبعنا به لاباط صابلي. نكملوا الطريقه هذه ومن بعد نرجع لكم. بعد ما حمصنا قطايف هرسناهم وهما سخونين، عندنا هنايا العسل ندهنوا هكذا بالعسل يجانا لحقو حتى للفوق ولموها بقطايف. في الوسط نحطو وريضة تاع الشيكولا زينوها بالشكل. ندهنوا الجوانب ديالها بالعسل ونغطسوها في قطايف اللون تو قطايف هكذا. هنا نحطو نقطة تاع العسل باش نحطو الشوكولاطة. نكملوا على الطريقه هذه ومن بعد نرجعوا لكم ان شاء الله.
الحلوه ديالنا من بعد ما زيناها وجدت. ان شاء الله تعجبكم. نقسم معكم حبه تجي معلكه وبنينه. ومع السلامه، الفيديو جاي ان شاء الله.